احنا نتامل بهذول الصعده وجده. ايه. احنا قبل مجلس محافظه ما كان. صحيح. بس من كان مجلس محافظه القديم. نعم. لا اشتغلوا. ما اقول لك ما اشتغلوا. ايه. لا بالله اشتغلوا ونعم من عندهم. بس من فلشوا مجلس المحافظه. نعم. تفلشت الكل. تفلش العراق على اكماله. مخلي امل، مخلي امل بال بعمل مجلس المحافظات، وان شاء الله يمشون باللي اراد السيد السوداني واللي قرر السيد السوداني. واكو عمل هسه واضح، انا عندنا في بغداد عمل واضح. والله بيهم الهمه ان شاء الله ويحذون حذر الحكومه. المواطنين هم اللي انتخبوا هذول المرشحين على مد مجالس المحافظه، فاكيد لازم يقومون بواجباتهم على اكمل وجه. حياكم الله. مجالس المحافظات هي الشغل الشاغل للقوى السياسية طيلة الفترة السابقة. بعض القوى جلست على طاولة وأنهت ملامح الحكومة المحلية ومشت الأمور في أغلب المحافظات، ولكن أكو محافظات ما زالت معرقلة حتى الآن بسبب غياب الاتفاق بين القوى السياسية بالمحافظة. هذه المشاكل بدورها انتقلت تدريجيا للشارع العراقي وتحولت لمخاوف بداخل أبناء المحافظات من جهة، من جهة ما يردون سيناريوهات الفشل تتكرر من جديد وسيناريو التقصير والتلكؤ، ومن جهة ثانية ما يردون وجود هذه المجالس بالعراق يعرقل مسيرة الحكومة الاتحادية بمسيرة تقديم الخدمات. فشون راح تكون المعادلة بهذه الحالة؟ والسؤال هنا مطروح وبكل وضوح، واللي راح نبحث له عن جواب في ملفات اليوم، فخليكم وياه. غابت لأعوام لتعود للواجهة من جديد في وقت ينتظر فيه المواطن تقديم الخدمات وتطبيق شعار ومنهج الحكومة الحالية. إنها مجالس المحافظات التي رافقها الجدل طيلة مسيرتها السابقة ويسودها الترقب في مسيرتها الحالية. فمقياس النجاح لا يحتاج إلى وقت أو قرب أو بعد، لأن التقييم على الورق أو في أذهان الناس سيعكسه ما ينجز على أرض الواقع لا غير. حكومة السودان تستعد خلال العام الحالي لافتتاح مشاريع مهمة وحيوية ومتسقة بخدمة المواطن بشكل مباشر، وتتمثل بسبع مستشفيات في خمس محافظات بالإضافة إلى عدة مستشفيات في باقي المحافظات، وسبع مشاريع مهمة في قطاع الطرق والجسور أبرزها مداخل العاصمة بغداد. ولا يقتصر الأمر على الخدمات الأساسية، ففي الترفيهية سيتم افتتاح ستة ملاعب رياضية في ست محافظات. الحكومتان المحلية والاتحادية تسيران في خطين متوازيين لخدمة المواطن، وتقصير أي واحدة لا يصب في مصلحة الجميع، لا سيما وأن الحكومتين تسعيان لإثبات وجودهما بعد تقصير استمر لعقود من الزمن وتلكؤ واضح دفع ضريبته الشارع العراقي وترجمته صناديق الاقتراع. فهل ستكون الذراع الساند كما وصفها السوداني، أم ستعرقل مسيرة الحكومة في إنجاز المشاريع وتحطم آمال حكومة الخدمات؟ من جديد أهلا بكم. محور ملفنا الأول راح نتكلم به مع ضيفنا الدكتور علي الدفاعي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي، حياك الله. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا دكتور. مجالس المحافظات والحكومات المحلية اليوم معرقلة لدور الحكومة الاتحادية لو ساندة إلها وسط هذا الجدلية ووسط هذا اللغط الكبير بشارع العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم للمشاهدين الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة. في الحقيقة مجالس المحافظات بوصفها القانوني الدستوري هي حكومات محلية منبثقة أساساً عن الدستور. الفكرة منها أن تكون مكملة لدور الحكومة الاتحادية. الحكومة الاتحادية لديها برنامج خدمي، برنامج متعدد في ملفاته، سواء كانت خدمية سياسية في مجالاتها الداخلية أو الخارجية. فيما يخص المحافظات يفترض، وهذا ما مرجو، أن تكون مجالس المحافظات من خلال حكوماتها المحلية هي ذراع
تنفيذية للحكومة الاتحادية وبرنامجها الخدمي في المحافظات. طيب. اليوم حقيقة نحن لا نستطيع أن يعني نستبق ونقول أنه هل هي معرقلة أم غير معرقلة. نحن بالأمس انتهينا من انتخابات ناجحة، ودعيني نشخص الآن أن الإطار التنسيقي وحكومته نجح في الإعداد والتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات التي لم تشهد يعني خرقا كما حصل في الانتخابات السابقة، ولم تسجل عليها أي قائمة حمراء أو شائبة أو طيب. اتهام فيما يخص نزاهتها أو تزويرها أو كذا. لذلك حقيقة هناك انطلاقة ناجحة في قضية انتخابات مجالس المحافظات وفي إعداد مجالس محافظات وتهيئة حكومات محلية. للآن هناك مؤشرات نجاح في هذا المسار. اليوم حقيقة الكل مدعو. اليوم نعم، شلون ترجمت هذه النجاحات وهذه الانطلاقه الجيده اللي حضرتك تتحدث بها على ارض الواقع؟ اليوم اكو لغط في الشارع العراقي يقول لك ربما تكون هذه الحكومات المحليه معرقله لدور الحكومه الاتحاديه، خاصه ان الحكومه الاتحاديه جايه تقدم خدمات بطريقه جدا جيده. جيد جدا. هذا حسب وصفك اللغط او عدم الرضا او من لا. الان اكو يعني هاجس عند الشارع العراقي عند المواطن انه هذه الحكومات ستكون معرقلة، هو هذا من أجى بالحقيقة؟ أجى من تجربة سابقة، لم تكن المجالس السابقة موفقة بنسبة يعني مرضية عند المواطن أنها أدت دورها بين مجموعة من قضايا فساد أو محاباة، وبالنتيجة هناك مشاريع معطلة كثيرة. اليوم يرى المواطن أن هناك نجاح شاخص أمامه في بغداد، أن حكومة الإطار التنسيقي ناجحة في مشاريع خدمية، تحولت بغداد إلى ورشة عمل في كل يعني إقضيتها سواء كرخ أو رصافة، يشهد هذا النجاح. هذا الحكومة للحكومات المحلية. نعم، هذا ينسب لجهد الحكومة. اسمحي لي. هو أنا أريد أرجع وأشخص أن هذا توصيفكم اليوم في هذا برنامجكم. نعم. متابعتكم رصدكم أن هناك نوع من الهاجس أن هل ستكون هذه الحكومات المحلية بمستوى ما يراه العراقي من فاعلية ونجاح في بغداد في حكومة الإطار التنسيقي أم لا؟ هذا منشأه أن كانت هناك تجربة غير موفقة سابقة. طيب. اليوم في الحقيقة يعني الإطار التنسيقي كما نجح في تشكيل حكومة ناجحة، واضح اليوم الارتياح الموجود في المشاريع في الخدمات، اليوم الإطار التنسيقي أيضا هو قادر على أن يذهب إلى مجالس المحافظات ويفعل دورها وينجح مرة ثانية كما هو ناجح في بغداد. بس الحكومات المحلية مو انبثاق عن البرلمان العراقي؟ اليوم المواطن يقول البرلمان معطل، إيش قدم البرلمان العراقي في هذه الدولة؟ لا عفوا، هذا وعليه بس حتى أكمل الفكرة. نعم. حضرتك وعليه الحكومات المحلية أيضا راح تكون حكومات ضعيفة. طيب خلينا نرجع شوية بالذاكرة، اليوم القوى السياسية تعول على الحكومات المحلية بالإسناد والمتابعة لو لا؟ أولا هذني ملفين منفصلين. أي. احنا كنا خرجنا بالأمس من حكومات محلية، المحافظات هي خرجت واختارت من يمثلها لتقديم الخدمات بالنتيجة لأبناء المحافظة. مجلس المحافظة، ونحن حقيقة في يعني تحالف أبشر يا عراق عندما خذنا هذه الانتخابات، يعني جعلنا هناك مجموعة من الثوابت في عملنا الانتخابي وما بعد الانتخابات. من أساسيات هذه الثوابت أولا شخصنا أنه يجب أن يكون هناك تصحيح للمسار، بمعنى أن هناك انحراف عن مسار وطني شعبي يفترض أن يكون الشعب فيه فاعل والخدمات فيه أولوية، هناك انحراف عن هذا المسار، فكانت قضية تصحيح المسار أولوية. ثانيا أن يكون هناك إشراك للشعب العراقي في قضايا إدارة شؤونه المحلية، يعني لا يمكن أن يكون الشعب في وادي وممثلوه في وادي آخر، يجب أن يكون هناك، ودعا سماحة الشيخ أمام حمودي في أكثر من مناسبة وطلب من دولة رئيس الوزراء كذلك أن يكون هناك مؤتمر شعبي عام يشترك فيه المواطن أبناء المحافظات مع مسؤوليهم وممثليهم ليكون لهم رؤية وهم واحد في إدارة هذه المحافظة. المهم في هذه القضية نحن خرجنا من تجربة سابقة عليها كثير من الملاحظات، والكل اليوم، نحن نتكلم عن قوى الإطار التنسيقي، الكل حريص اليوم على أن يذهب إلى نجاح دورهم في إدارة شؤون المحافظات. هذا حرص القوى السياسية، لكن اليوم المواطن يقول لك أنا عندي أزمة ثقة، أنا على أي أساس أثق بحكومة محلية ما قدمت لي أي خدمات؟ أولا
الحكومة المحلية اللي جاي نتحدث عنها هي وليدة ثقة الناخب من أبناء المحافظة، هي لم تنصب من أحد. طيب. هي اختارتها أبناء الشعب العراقي في تلك المحافظات أولا، ثانيا لنعطي فرصة لمجالس المحافظات حتى تقوم بدورها. اليوم هي لم يكن لديها شهر أو شهرين، هذه يعني بعض المحافظات كما في بداية تقريرش للآن يعني لم تنجز يعني كامل كابينتها التنفيذية. لذلك يعني الفرصة مطلوبة حتى تثبت هذه المجالس والحكومات المحلية كفاءتها. ثالثا اليوم حقيقة يعني هاي المسألة لعله فيها يعني جانبين في الحديث، يعني أنا أرجع وأقول هاجس المواطن أو الرصد الإعلامي إلى أن هناك تخوف من عدم نجاح الحكومات المحلية، شنو سببه؟ سبب الدرجة الأساس أنه يشخص أن حكومة الإطار التنسيقي في بغداد ناجحة، فهو يتساءل هل حكومتي المحلية في ميسان، هل حكومتي المحلية في النجف ستكون ناجحة بهذا المقدار؟ السؤال توافق القوى السياسية رح ينعكس بتوافق الحكومات المحلية ويكونون قلب واحد، لو رح نشوف أكو خلافات؟ يعني إحنا الميدان سيثبت، ولكن هناك مؤشرات يعني تجعلنا بنسبة ما نطمئن وبنسبة أعلى نشدد على المتابعة والرقابة والذهاب بجد إلى أن يكون هناك تجربة ثانية ناجحة في المحافظات. أرجع وأقول أن الإطار التنسيقي نجح في تشكيل حكومة ناجحة، الكل يوم يشخص ومتابع لحركتها وجديتها. الإطار التنسيقي مو وحدة، شركاء بالوطن، الفشل راح ينحسب على الجميع كما النجاح راح يحسب على الجميع. اليوم هذا التوافق موجود لو غير موجود؟ أعتقد اليوم بعد تجربة أكثر من 20 سنة لن يكون هناك فرصة لقوة سياسية، لشخصية سياسية في أي مستقبل سياسي ما لم تتمكن من أن تحصل على ثقة المواطن في محافظته. ثقة المواطن لن تأتي بعد من شعارات ومن كلمات براقة ومن حملة انتخابية ومن وعود يعني لا سقف لها. ثقة المواطن تمرس اليوم. احنا يعني حتى تلاحظين قضية نسبة المشاركة في الانتخابات، احنا ابتدأناها بنسبة عالية من 2005 في اول انتخابات ضمن ظروفها، وثم بدأت بالتدريج. يا دكتور اليوم اكو أزمة ثقة حقيقية، أزمة الثقة. المواطن دا يقولها بصريح العبارة، يقول لك الحكومات المحلية هي دكاكين للأحزاب السياسية مو اكثر، وكل شيء ما راح تقدر تقدم لي. أنا أنقل لك رأي الشارع العراقي بصراحة. أتفق وأنا عايش في الشارع العراقي. نعم. وأعرف أن قضية فقدان الثقة هي أكبر ناقوس خطر يعني يواجه العملية السياسية بكل قواهم. إذا أنت لا تمتلكين عند الشارع ثقة بيش، فشلون تتعاملين، شلون تصدرين نفسك إلا بأنه أنت ممثلة عنه؟ نعم. هذه قضية يعني لا نناقش فيها، ولكن نرجع ونقول أولا العبرة من كل ما فات، ثانيا التجربة الشاخصة أمامنا أن هناك يعني يا أختي العزيزة حكومة الإطار التنسيقي بعمر سنة وكم شهر، اليوم واضح أن هناك جدية، أن هناك متابعة، أن هناك دعم سياسي لحكومة الإطار التنسيقي. من كل وشخصت الأطراف السياسية أكو دعم لحكومة الإطار؟ يعني الآن في فضائنا الوطني، في يعني ائتلاف إدارة الدولة، الكل يعني ماضي وواضح أنه يدعم حكومة السيد السوداني التي هي حكومة الإطار التنسيقي. نعم. قوى الإطار التنسيقي أيضا يعني داعمة للسيد السوداني باعتبار أن نجاحه نجاحها، يعني حكومة السيد السوداني هي نتاج قوى الإطار التنسيقي. نعم هنا نحن لا نريد أن نتكلم وكأن الجو مثالي ولا يخلو من بعض المشاكل. خلينا نتكلم بأعضاء المجلس الأعلى. اليوم أنتم لديكم أعضاء في مجلس المحافظة، تتابعون عملهم؟ هل هنالك تعليمات لنقل الخدمات، التعليمات، التوجيهات للمواطن جعله يستفيد ويكسر حاجز عدم الثقة بالقوى السياسية؟ نعم. طبعا فيما يخص أبشر يا عراق، لا شك أن أعضاء مجالس المحافظات التسعة بمن فيهم نائب رئيس مجلس محافظة، بمن فيهم نائب محافظ كذلك، الكل يعني في اجتماع دوري مع سماحة الشيخ همام حمودي رئيس الأبشرية عراق، ولبحث شؤون المحافظات وكيف يكون هناك توحيد ورؤية واضحة في أن تكون هذه المجالس أولا ناجحة في تقديم الخدمات للمحافظات، ثانيا مكملة لدور البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني في بغداد. هذه مسألة يعني
من أولوياتنا، ثم نحن ندعو من هنا أن يعني نستنسخ التجربة الناجحة في حكومة الإطار التنسيقي، أن يكون هناك لدينا إطار تنفيذي في المحافظات، يعني مجموع حكوماتنا المحلية في المحافظات، من الممكن أن يكون هناك إطار تنسيقي تنفيذي لكل هذه الحكومات المحلية، لكي ننقل التجربة الناجحة التي قادتها حكومة الإطار التنسيقي إلى الحكومات المحلية. ليس هناك من مجال لأن لا أقول للفشل، وإنما لأي تراجع عن مواكبة النجاح الحاصل في حكومة الإطار التنسيقي. أكو مشاحنات دكتور، بصراحة أكو مشاحنات بين المحافظين وبين مجلس المحافظة، وهاي إحنا تعودنا على هذه الخلافات. في هذه الدورة ممكن راح نشوف أن هذه الخلافات تقلل أو تعدم؟ خلافات موجودة ونحن داخلين في تفاصيلها، وسعينا جاد في الذهاب إلى حلول كل مشكلة. يعني أكرر وأقول، يعني مسألة حكم، سلطة، امتيازات مالية، نفوذ، نحن لا نتعامل مع جو مثالي ولا مع يعني حكام ملائكة. بالنتيجة حالة المشاكل تحدث. نحن باعتبارنا في هذا الإطار التنسيقي، في هذا التحالف، جادون في متابعة هذه القضايا، ولن نترك أي يعني ثغرة أو فراغ في هذا الجانب إلا ونذهب لحله. ثانيا، تجربة النجاح يجب أن تستمر. أرجع وأقول قضية شخصتيها وهي قضية دقيقة، ثقة المواطن ثمينة. ثقة المواطن اليوم حقيقة عادت في يعني حالة من الارتياح، مو المواطن اللي كان قبل سنتين وأربع سنوات وخمس سنوات اللي هو كان محبط ما عنده أمل. والإعلام لا أخفيك، الإعلام ساهم بنسبة كبيرة أن يعني دائما يعمم الصورة السوداء ويلغي أي نافذة نحو الأمل ومستقبل جيد. اليوم إحنا من شخصنا أن هناك نجاح يقوده الإطار التنسيقي مع شركاء في الفضاء الوطني، يجب أن يكون الكل حريص على أن تستمر هذه التجربة الناجحة. نحن في الحقيقة لا أقول يعني ولا أتحدث بمثالية، ولكن أتحدث بمنطلق الواقعية، لأن نحن جادون أن هذا النجاح في بغداد يستمر، وأن نستنسخه ونصدره إلى المحافظات، محافظينا، حكوماتنا المحلية، الكل. اليوم إحنا عيننا في الإطار التنسيقي عليهم، متابعة دقيقة، إشراف دقيق. لن نسمح بأن تمس أي خطوة ناجحة في بغداد. الخطوة الناجحة في بغداد يجب أن تكون خطوات ناجحة في المحافظات. هذا النجاح. شنو اللي يمنع دكتور؟ يعني شنو اللي يمنع؟ اليوم أنتم كمجلس على عندكم أعضاء وهم مؤثرين، ومثل ما تفضلت حضرتك الشارع هو اللي انتخبهم. هل من الممكن راح تنتقل تجربة بغداد إلى بقية المحافظات بنفس النزاهة وبنفس الوتيرة المتسارعة في تقديم الخدمات للمواطن؟ هو في الحقيقة ممكن جدا، ممكن جدا، ولكن ليست يعني يعني بأمنيات مفتوحة. اليوم هذا النجاح الذي تحقق من حكومة الإطار التنسيقي على رأسه السيد رئيس الوزراء السوداني، الشخصيات التنفيذية الأولى في المحافظات يجب ألا تقل عن هذه الجدية وهذه المتابعة وهذه الميدانية، أن يكون المسؤول التنفيذي الأول في المحافظة ميداني حاضر أمام الناس، بل كما دعونا في إبشر يا عراق أن يكون هناك شفافية في الحكومات المحلية، يشركون المواطنين في كل صغيرة وكبيرة. طيب. وفي الحقيقة يعني لا يعني نغفل يعني ما نراه اليوم من بعض المحافظات، يعني خطواتها حقيقة يعني تشخص لها يعني نقاط قوة ونجاح. بس أكو يا دكتور بعض المحافظات ما اكتملت ملامح المجالس أصلاً بها. ليه حد الآن نشوف أكو إخفاقات وأكو تراكمات سياسية قد تعصف بكل المحافظة؟ صحيح. هذه شلون نلقى لها حلول؟ صحيح. شلون نلقى لها معالجات؟ هذا الموضوع مؤسف جدا وغير مقبول، وندعو من هنا إلى التعجيل بحسم هذا الموضوع. المواطن الذي يعني ذاكرته لا تزال تحمل النقد وعدم الرضا والرفض لمجالس محافظات فاشلة، لا يمكن أن يعني يقبل. شنو الرسالة اللي راح ننطيه إياه من مجالس محافظات للآن متلكئة؟ يعني سنعزز عنده أنه هذه مجالس زائدة وتنافس على المصالح. لذلك يعني ندعو المحافظات المتلكئة لليوم أن تلتحق بالركب. أول شيء قبل ما ندعو، هي شنو المشكلة؟ ليش لحد الآن أكو هذه المشاكل؟ ليش لحد الآن ما طلعت بحل؟ ليش ما بين شكل مجلس المحافظة؟ هو مجالس المحافظات مكتملة من خلال الانتخابات، ولكن ما استحقاقات هذه الانتخابات من خلال لكي تفرز حكومة محلية من محافظ ونائبين. هذه المسألة للآن ما يؤسف له في بعض المحافظات وهي محدودة جدا،
أنه للآن يعني لم يكن هناك اختيارا توافقيا ليكون المسؤول التنفيذي يعني محل رضا الجميع. تعرفين المحافظ اليوم يعني بيده صلاحية ملفات عديدة، يعني كل إدارة المحافظة في شؤونها الخدمية بالدرجة الأساس، الأمنية، الصحة، التعليم، ملفات كثيرة سيقوم بإدارتها ومسك زمامها المحافظ. لذلك اختياره يجب أن يكون يعني مدروس ومعني وضمن تمحيص دقيق، يعني لا يكون بعجلة. ولكن مع هذا المحافظات كثير منها أنجزت هذه القضية، فالأحزاب في بعض المحافظات مدعوة في الحقيقة اليوم. يعني لا يمكن القبول بأن يعني لليوم محافظتين لعله لم تنجز هذه الإدارة. محافظتين يقول لك هذا حصتي وهذه حصتي وما أقبل أتنازل، ولحد الآن ماكو ملامح للاتفاق. وهم الآن حقيقة أمام اختبار كبير، أمام يعني مواطنيهم في محافظاتهم. يعني اليوم أنت هذه المحافظات اللي الآن لم يكتمل الحكومة المحلية فيها، لا، عينها على المحافظات التي أنجزت وحقيقة استلمت يعني راية العمل وبدأت تعمل في محافظات كثيرة. اليوم عينها تقول لك هاي المحافظات ليش كملت وانتم ما كملتوا؟ بمعنى أن قياديهم السياسيين ممثليهم في تلك المجالس الآن أمام اختبار كبير، لو يحافظون على هذه الثقة اللي منحوهم إياه ويستمرون ويعجلون بانتخاب حكوماتهم المحلية ويمضون في مشاريعهم العمارية، وإلا يعني سيكون موقفهم ضعيف جدا. بس المشكلة اليوم، المشكلة أكو سوء فهم. هل المشاكل صدرت لهذه المحافظات بسبب القوى السياسية مثلا؟ لو التركيبة الموجودة في هذه المحافظة هي اللي ولدت هذه المشاكل، لأن المشاكل على ما يبدو حتى هذه اللحظة اللي أتكلم بها ويا حضرتك ما إلها حل. لا، هو ماكو مشكلة ما إلها حل، ولكن هي مسألة يعني التوازنات الموجودة داخل مجالس المحافظات والتوافقات التي يعني يفترض أن تفضي إلى اختيار محافظ. ولا أخفيك، مع هذا يعني هناك يعني تنافس غير مقبول على مناصب يعني ما دون. هذه كلها أمور تعرقل وغير صحيحة، ويفترض أن نذهب إلى الهدف المنشود. عندنا نجاح مشخص وعندنا ثقة مواطن في صعود، يجب أن نعمل كلنا ضمن هذا الفضاء الوطني وأن ندعم نماء هذه الثقة واستمرار النجاح في بغداد. المشكلة السياسية في المحافظات التي حتى الآن بها مشاكل على مجالس المحافظات، لو تركيبة المحافظة، لا، هي نسبة كبيرة من عندها مشاكل سياسية، نسبة كبيرة من عندها، ولا تخلو من يعني تركيبة المحافظة هسه في جوها يعني الشعبي العشائري تركيبها بالنتيجة. لكن القوى السياسية في تلك المحافظات هي قادرة على حسم هذه الملفات الآن، ولكن نرجع ونقول يعني هي يفترض أن يعني تدرس موضوع اختيار المحافظ ومعاونيه ونوابه لكي يكون حكومة محلية ناجحة. بغير هذا يعني هم سيحكمون على أنفسهم بأن لا مكانة لهم حقيقة في الانتخابات القادمة. ثقة المواطن هي الأساس في صعود الممثل عنه في الانتخابات القادمة. نحن مقبلون على انتخابات نيابية، ما هي الرسالة التي نريد أن نصدرها لأبناء محافظاتنا ونحن لا نقدم لهم الخدمة؟ الرسالة الأكيدة اليوم أن نجاح تحقق في بغداد قادته حكومة الإطار التنسيقي، يجب أن يكون هذا النجاح ماثلا في جميع محافظاتنا. وهنا السؤال، هل سنشهد وسنرى محافظة مثل شخصية السيد محمد الشيع السوداني وما قدمه حتى هذه اللحظة؟ يعني يجب أن يتنافسون المحافظين، يجب أن يتنافسون ليكونوا مثل السيد السوداني وأحسن، ونتمنى ذلك. يعني هو حتى المحافظ اليوم هذه فرصته. سيدتي الكريمة، أصلا الحصول على فرصة أن تكون خادما لأبناء محافظتك، لأن المسؤولية هي خدمة لأبناء المحافظة، هذه الفرصة ثمينة لا تقدر بثمن. أنت اليوم محافظ في أي محافظة من هذه المحافظات الكريمة، أبناء المحافظة عينهم عليك. أنت اليوم فرصتك الثمينة أن تنهي هذه الدورة كيفما كان وقتها بإنجاز على الأرض. وإحنا اليوم شفنا في بغداد سنة وكم شهر مجموعة طرقات، مجموعة جسور، مشاريع على الأرض. اليوم المواطن مرتاح، يقول لك أكو عمل على الأرض. مو بس مرتاح، عنده تفاؤل ويسأل عن بقية المشاريع، يقول لك أنا أنتظر مدارس، أنتظر مستشفيات. هل سترى النور إن شاء الله دكتور؟
المشاريع في بغداد رأت النور، ونحن متفائلون بمشاريع أوسع وأكبر واستراتيجية على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والمطارات، يعني مشاريع استراتيجية في هذا المجال. المحافظات يجب أن تحذو حذو حكومة الإطار التنسيقي في بغداد، ونحن حقيقة جادون في متابعتهم، ويجب أن يكونوا ذراع مكمل للحكومة الاتحادية، وبرامجهم تكمل النجاح الذي نراه في حكومة الإطار التنسيقي. شو راح نشوف حكومة 2024؟ راح تكون بالنسبة للحكومات المحلية حكومات خدمات، راح تقدم شيء ملموس على أرض الواقع يذكر المواطن العراقي مثل ما يذكر إنجازات الحكومة حاليا؟ حكومات المحافظات؟ أي يعني أرجع وأقول هي للآن يعني توها قالت بسم الله بسم الله، فيعني ننتظر من عندها أولا خططها برامجها ومشاريعها على الأرض. أولا الأولوية للمشاريع المعطلة في كل المحافظات، طبعا في كل المحافظات توجد مشاريع ولكنها مشاريع معطلة من بعضها من 10 سنوات، هذه كلها هدر للمال العام ويجب أن تراجع في كل تفاصيلها. بالنتيجة المحافظات مؤهلة بعدة مقومات، أولا يعني ضمن الميزانية الاتحادية مرصود للمحافظات ما يجعلها تقف على قدميها، من حيث الثقة الحاصلة في بغداد لا تخص ابن بغداد، اليوم ابن البصرة وابن كربلاء وابن الأنبار وابن السليمانية، يعني يشخص هذا الجد وهذا النجاح في حكومة الإطار التنسيقي وينتظر أن تكون مثيلة لها في المحافظات. لذلك مقومات نجاح الحكومات المحلية في الحقيقة في المحافظات موجودة، كل ما هو مطلوب أن يشمر المحافظون يعني عن سواعدهم ويحذو حذو حكومة الإطار التنسيقي ويعلنوا عن برامجهم ويعملون بكل جدية وميدانية وبين الناس إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، شكرا جزيلا الدكتور علي الدفاعي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي، حياك الله نورتنا. شكرا لكم على الاستضافة، ممنونين جدا. شكرا جزيلا. سادتي الأكارم، نشاهد الآن أبرز التغريدات على منصة إكس لنتابع. نفتح الآن ملفنا الثاني بتقرير الزميل علي حبيب. بعد رصد كامل أغلقت وزارة الداخلية العديد من النوادي الليلية لمخالفتها القوانين المرعية وتجاوزها على الذوق العام. أكثر من 20 ناديا ليليا شمل بآخر حملة لمديرية الأمن السياحي، وهذا ما عده الكثير من المواطنين خطوة في المسار الصحيح. المناطق السكنية يجب أن تكون لها حرمة، نحن ناس عندنا قيم عندنا مبادئ ولا إلى آخره، ما عملته وزارة الداخلية جيد جدا. يعني هاي الشباب النوادي الليلية والهاية يعني ده تأثر على مجتمعنا، نوادي الليلية نشكر وزير الداخلية أنه يخلقها. ورغم مطالب إعادة افتتاحها والتي يقدمها أصحاب هذه النوادي باستمرار وتظاهراتهم قبل أيام من الآن احتجاجا على إغلاقها، إلا أنها لم تكن مقنعة للمواطنين
الذين عدوها بؤرة للأحداث وخاصة للفتيات وبيئة خصبة للمخدرات. انحراف مو بس الشباب، حتى الشابات، هاي الملاهي، هاي شو اسمه المشروبات الكحولية، المناطق اللي مزدحمة، يعني تلقي هنا 24 ساعة بالبتاويين تلقيها متروسة ترس. هذولا هسه احنا شنو نعرف من عندهم؟ احنا عمي دولة إسلامية، خطوة بأنها جريئة جدا، وأن كثير من الذين يحاولون بأنه ينتقدون وأنه يصفونها بأنه أن هنالك طمر في الحريات، فأنا أعتقد بأن الحرية لا تكون تتعدى وتخلق فوضى وتتعدى على أو تسبب الضرر للآخرين، فيجب احترام الحرية ضمن شروطها وأبوابها. خطوة صحيحة، لأن بالآونة الأخيرة البنات الصغار والولد الصغار قاموا يعني يطبون ملاهي وذن سالفة المخدرات وراح تنتشر من جيل لجيل. وبحسب معنيين فإن إغلاق النوادي الليلية خطوة في الاتجاه الصحيح، باعتبار أن دائرة الضرر قد امتدت لمستويات بالغة. علي حبيب، الأيام الفضائية. نرحب بضيفنا الأستاذ حيدر عرب الموسوي، رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية. حياك الله دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا. على أمل أن ينضم إلينا الدكتور أحمد العلياوي المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار للحديث عن محور ملفنا الثاني، وهو حملة وزارة الداخلية لإغلاق النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد. أستاذ حيدر، لنتحدث بصراحة، والسؤال الأول يكون صريح، اللي يفتر في شوارع بغداد يشوف أكو كافيهات، أكو مطاعم، أكو غازينوهات، هذا العنوان الرئيسي، لكن بالداخل الله الأعلم وما نعرف شنو المستور، ويقال أنه هذه مكان لنوادي ليلية ومكان مشبوه. ليش؟ ليش هذه الكفرات ومنو أسسها بالحقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك لقناتكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام. أنا أعتقد لربما هنالك أهداف، هدفين أساسيين من هذه القضية، هنالك هدف سياسي لربما وهنالك هدفا اقتصاديا بحتا في هذه الموضوع. هنالك من ينتهز لربما يستثمر موقعه الحكومي، موقعه السياسي ليستغل هذه القضية، وهي انتشرت حقيقة والحديث واضح وكبير في هذا الموضوع. لا. وبالتالي هو يحتاج أن يكون هنالك واجهة، وهذه الواجهة تعطي دلالة للشارع، للمار، على أنها وضع طبيعي وكافيه طبيعي، لكن لرواد هذه الكافيهات، لرواد هذه المطاعم، لرواد هذه الأماكن، أماكن اللهو، أماكن المجون لربما في هذه القضية حقيقة أبواب أخرى، أو لربما خلف الستار موجود هذه القضية. وبالتالي أنا أعتقد هنالك ضعف أداء من قبل المؤسسات المختصة لمتابعة هذه القضية. ما من الممكن أن تفتح هذه الكافيهات أو هذه المطاعم بدون إجازة أو بدون متابعة وبدون إشراف ورقابة في هذا الموضوع. تفتح بعنوان وتشتغل بعنوان آخر. طيب أين الـ أين الـ أين المتابعة؟ أين الرقابة؟ أين التفتيش؟ ما إحنا نعلم إذ ما كان مطعمين هنالك دوائر الصحة المعنية بمتابعة ومراقبة أداء ونوعية الطعام ونوعية الخدمات ونوعية العمل الموجود في هذه القضية. هنالك أيضا وزارة العمل التي تهتم بالعاملين الموجودين داخل هذه حقيقة المحال، ما كانت مطاعم أو غيره من الأمور الأخرى. القوى الأمنية التي ترابط أحيانا، وهذا ما شاهدنا وسمعنا، التي ترابط لحماية لربما بعض هذه حقيقة النوادي أو بعض هذه المطاعم للقيام بهذه القضية. الداخلية بأكثر من مرة سوت حملات عنيفة ضد نوادي الليلية، ما بعد ذلك ماذا كان؟ لكن ما كنا نتائج، شنو السبب يرجع أقوى من الأول، أقوى من الحملات اللي قاعد تصير؟ طيب إحنا قضية، ولو قارناها بهذه الشاكلة، الإرهاب عفوا، الإرهاب تقوم القوى الأمنية العراقية بحملات وصولات الإرهاب، هل قضت على الإرهاب أن تبقى هنالك جيوب للإرهابيين؟ نحن نطلب ونطالب عندما تقوم وزارة الداخلية، المؤسسات الأمنية، المؤسسات ذات العلاقة في هذه القضية بحملة إغلاق هذه المؤسسات أو إغلاق هذه المطاعم أو هذه النوادي، متابعة من يتاجر لربما بالنساء
حقيقة الرقيق الأبيض أو لربما يتاجر بالمخدرات ما بعد الحملة ماذا يكون؟ يجب أن تكون هنالك متابعة مستمرة لهذه القضية. هذا التحدي الواضح عندما تتكلمين وتقولين أنه ما بعد هذه الحملات تعود هذه حقيقة المحال وهذه التصرفات وهذه الأعمال بشكل قوي جدا، فهذا التحدي واضح للسلطة والحكومة. التحدي مو معقول. اليوم احنا دا نشوف فتيات يعملنا في النوادي الليلية تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي وتقول أنا أخذ هالقد مبلغ من المال وكأنما دا تفتخر بهذا المبلغ. طيب هذا مثال سيء احنا نصدره للمجتمع العراقي اليوم أمام بناتنا وأمام خواتنا وأبنائنا. طيب وين الدور الرقابي عن هذا الموضوع؟ أحسنتم. وبالتالي هنالك كانت حملة لمعالجة المحتوى الهابط، هذه من تطلع وتتحدث عن نفسها وهي معلومة ومعرفة بهذه القضية، هذه مو جرم واضح باعتبار هذه خالفت أولا خالفت الدستور العراقي، خالفت القوانين النافذة العراقية، خالفت القيم والمبادئ والأخلاق اللي حقيقة يراعيها المجتمع العراقي. إذن أين حقيقة الفعل في هذه القضية؟ هذه العملية ما تحتاج لا إلى إصدار أمر قضائي بإلقاء القبض عليها باعتبار هذه تمسك بالجرم المشهود. يعلمون الأخوة في الداخلية أو القضاء ماذا يعني قضية الجرم المشهود، عندما تخرج وتتحدث حقيقة متحدية الكل على أنها تتقاضى أجورا معينة لربما تصرفات أو أعمال منافية للأخلاق ومنافية للعادات والتقاليد العراقية التي يعاقب عليها القانون ويجرمها القانون. أستاذ حيدر، أكو بعض الفيديوهات انتشرت لبعض العاملات في النوادي الليلية وشخصت عبر وسائل الإعلام، اللي البعض من وسائل الإعلام صنعوا منهم شخصيات مهمة ومعروفة في المجتمع عبر استضافتهم في برامج أقل ما يقال عنها للأسف أنها تافهة ولا تقدم شيء. يعني شنو هو صناعة اليوم؟ التفاهة هذه صناعة التفاهة. وأنا كيف أهاجم اليوم الأسرة باعتبار إذ ما ذهبنا وتحدثنا هنالك أسس هي التي تبني المجتمع العراقي، من أهم هذه الأسس الأسرة، من هذه الأسس المدرسة، من هذه الأسس القادة السياسيين أو القادة الدينيين الذين يعتبرون رموز للمجتمع. يجب أن يكون هنالك هجمة لتسقيط هذه الأمور. كيف أستطيع أن أخترق الأسرة وبالتالي أفكك هذه الأسرة، أعطي مجالا للابن للبنت للزوجة للزوج أن حقيقة يسعى ويذهب إلى هذه القضية؟ وبالتالي عندما أصنع من شخص تافه وأعطيه مستوى معين اجتماعي أو مستوى لربما شاهدنا بعض هذه النماذج تذهب وتكون مسؤولة، تذهب وتتحكم أنه أنت يجب أن تأتي لي خاطر أنا أحقق لك واسطة وأنا أوصلك اللي أنت المكان اللي تريده. أستاذ حيدر، هو هنا السؤال، هذا يا ظهر سانة اللي تطلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتتحدث بهالإسفاف وبهالتفاهة وبهاللغة، إذن يجب أن نوجه سؤالنا لمن في هذه القضية، من الراعي لهذا الموضوع؟ أولا هنالك طبقة سياسية تتحدث وتقول أنه لربما نسبة كبيرة جدا من المجتمع العراقي ومن السلطة السياسية والسلطة التنفيذية هي سلطة إسلامية دينية، وبالتالي أين ذهبوا عن هؤلاء عن هذه القضية؟ هذه واحد. اثنين، من نأتي إلى المؤسسات الأمنية تتحدث وفق القانون، القانون يمنع والدستور يتحدث يمنع هذه القضية، أين هذه السلطات التنفيذية من هذه القضية؟ وهي هم عندنا مشكلة. اليوم مشكلتنا احنا بتشريع القوانين، قوانين موجودة اللي موجودة مشرعة ما مفهومة موجودة. لا لا، مشكلتنا بالتفرح هذا تبرير. لا، الدستور واضح في هذه القضية، القانون واضح ويجرم هذه القضية. إذا ما ذهبنا إلى هاتين النقطتين، عاداتنا وطبائعنا وما تربينا عليه هل يسمح بأن تخترق الأسرة والعائلة ويخترق المجتمع العراقي بهذه القضية؟ ما نشوف أنه عندما تنقل هذه البارات أو هذه الحانات أو هذه الأماكن التي يمارس بها المجون، عندما تنقل على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الراقصات، ماذا يفعل هذا الصور وهذه المحاكاة بالأسرة وبالمجتمع العراقي؟ وبالتالي هذه أيضا القانون الموجود الآن، محاربة المحتوى الهابط، هذا محتوى هابط، هذا ما يسوي إسفاف بالأسرة وبالعائلة وبالمجتمع، هذا محتوى خادج للحياة العام. مو يعني وبالتالي ما ممكن أنت تعرضه قدام العائلة سنتم. وبالتالي من يعرض هذه القضية ألام، يعني من البغي أن يكون هنالك متابعة إلى هذه المحتوى وهذه الشخص. وأنا تحدث قبل قليل قلت أنه تحت الجرم المشهود، لكن هنالك تقاعس
من أداء الواجبات. تكون هنالك حملة مصيبة أكبر دكتور. تكون هنالك حملة مصيبة أكبر أنه بعض التراخيص تمنح لهذه النوادي الليلية وللأماكن المشبوهة داخل المناطق السكنية. يعني أنت شوفها منطقة سكنية وبها نادي زين، هاي من شنو تأثيرها على المنطقة؟ كلها تكون مشبوهة. لا، المشكلة الأخرى قد يكون نادي لمنطقة معينة موجود، لكن عندما تكون سلسلة من النوادي متجاورة مع بعضها، ماذا حقيقة نفهم من هذه القضية؟ طيب، هذه النوادي لربما هنالك نص قانوني يسمح بأن تكون هنالك هذه النوادي موجودة ومفتوحة كقانوناً، لكن ما هو المحتوى الموجود؟ كيف تقدم الخدمات لهكذا نوع؟ مو اكو هنالك شروط وضوابط لهذه القضية. وين حقيقة هو السؤال؟ ليش بمنطقة سكنية؟ استقطاب. وين أنا أثر؟ وين أثر؟ أنا قد يكون البعض يأتي بصيغة الخفية أن يدخل إلى هذه المناطق، أو بعض الوجهاء، بعض السياسيين، بعض القادة الأمنيين. شاهدنا كثير من الضباط وكثير من القادة السياسيين تخرج من بين الفينة والأخرى بعض الصور وبعض المقاطع الفيديو لهذه الحالات، إذ ما كانت هي محمية من هكذا قيادات وهكذا شخصيات. كيف نستطيع أن نعالج هذه الموقف؟ لكن أستاذ حيدر، ممكن هذه تصرفات فردية من بعض الأشخاص. اليوم وزارة الداخلية قامت بحملة واضحة وصريحة، قبلها شفنا محتوى. ست فرح، تحدثنا عن الحملات، لكن ما بعد الحملة؟ هل استمرت وزارة الداخلية بمتابعة هذه المحال التي تم إغلاقها؟ إذ ما اليوم أغلقت، بعد أسبوع تجي نفس حقيقة المكان يفتح مرة ثانية لكن بشكل أوسع، لربما حتى الديكور اسمه يغيره باستقطاب أكثر. إذن وزارة الداخلية ماذا فعلت في هذه القضية؟ لربما أعطتهم مجالا آخرا للتحدي، عندما أنا أخرج متحديا حقيقة القانون ومتحديا السلطة بهذا الشكل الواسع، أعطي رسالة إلى المجتمع العراقي على أننا قادرين أن نفعل ما نشاء، وأن ما تقوم به وزارة الداخلية لربما هو لذر الرماد في العيون وإسكات المواطنين العراقيين. يعني لكن نحن نحتاج إلى متابعة مستمرة. من وجهة نظر حضرتك، غير المتابعة، هسه لنفترض المتابعات موجودة، شنو لازم تتخذه وزارة الداخلية؟ هل تحتاج إلى إجراءات رادعة حازمة جدا؟ طيب، إن صح التعبير، حتى تردع هذه الظاهرة؟ النقطة الأولى هو تطبيق القانون بشكل حقيقي، لا أن نطبق القانون شكليا، هذه واحد. النقطة الثانية، يجب أن يكون هنالك معايير ضبط وانضباط. إذ ما كانت الحكومة العراقية تسمح، والدستور أو القانون يسمح بإقامة هكذا حقيقة مؤسسات أو هكذا مطاعم أو عمل معين، يجب أن يكون هنالك ضوابط. أولا، الضابط الأول أن يكون بعيد عن المناطق السكنية، هذه واحد. اثنين، يجب أن يكون هنالك أعداد محدودة في مناطق، يعني ما من الممكن أن يكون هنالك إسفاف كثرة في هذا المكان. ثلاثة، يجب أن يكون الضابط الرئيسي أنه ما يحدث داخل هذه المطاعم وداخل هذه النوادي الليلية أن لا يخرج إلى الحقيقة التواصل الاجتماعي أو يخرج إلى المواطنين وإلى المجتمع العراقي، ومن يخالف هذه الشروط يغلق هذا، ولا يسمح له مرة أخرى بأن يفتتح هكذا مؤسسات أو هكذا حقيقة مطاعم أو نوادي ليلية. عندما يكون هناك انضباط وحقيقة تنفيذ للقانون بهذه المعايير، أنا أقول لك سوف يكون هناك تحجيم لهذه الحالات. حتى آلية تقديم الخدمة أو آلية العمل داخل هذا، يجب أن يكون هنالك انضباط، يجب أن يكون هنالك متابعة مستمرة من خلال مؤسسات الصحية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات الاجتماعية، الشرطة المجتمعية أين أيضا دورها في هذه القضية لمتابعة هذه الأمور. حضرتك تتكلم عن الجهات المعنية بهذا الموضوع، وأنا هسه رح أسأل حضرتك عن وعي المواطنين. اليوم وعي المواطنين وينه من يشوف فتاة ليل تعمل بنادي ليلي ومشهورة بعملها وتتفاخر بعملها ويروح يطق وياها صورة بالشارع؟ يعني هذا وين وعيه؟ وأنا ما أتحدث عن شخص أو اثنين، أنا أتحدث عن فانز وأحكي عن معجبين وأحكي عن بيجات وصفحات وكل هذه الأمور. اليوم إحنا عندنا مشكلة وعي بالمجتمع العراقي. من اللي دفع هذا الشخص أن يعجب بهذه الفانشيستا او ما يسمونها؟ اصبحت هذه التسميات حقيقه ولو انها ثقيله بالنطق باللسان، لكن هذا اصبح الواقع. من الذي دفع بحيث هذا الطفل او هذا الشاب او هذا المراهق
يعجب بها. مو هذه بدوا يقدمونها على انها قادت لمجتمع، قاده للمجتمع. هذه الفانشيستا بدات الحكومه ترعاها وتقدم لها حقيقه الاستعراضات وكثير من الحالات، وبالتالي اصبح هذا المواطن وهذا الشاب وهذه الشابه اصبحت او ينظرون الى هؤلاء على انهم قدوه من خلال ما يقدم، من خلال الاعلام ومن خلال التواصل الاجتماعي بداوا يقدمون هؤلاء على انهم قدوه، وبالتالي هؤلاء يظن بهم انهم قدوه، وبالتالي يتبع هؤلاء، يتبعون ماذا؟ يتبعون القدوات. لم نقدم حقيقة العالم، لم نقدم المعلم، الآن هنالك هجمة كبيرة جدا. وين دور العائلة؟ وين دور الأسرة؟ وبالتالي الأسر إذا جينا ودققنا النظر، أكو التفكك الأسري، أكو الواقع الاجتماعي الذي يفرض بظلاله، أكو العمل وانشغال الوالدين بالعمل وبالتالي يكون الأبناء بعيدين عن الأم والأب، أكو الانفصال الموجود ضمن الأسرة، لا يوجد هنالك حقيقة عمل حقيقي لبناء أسرة حقيقية داخل المجتمع العراقي وعادة العادات والتقاليد القديمة، يعطي مجال كبير جدا للتفكك الأسري. وبالتالي أيضا الأسرة مبتلات في هذه القضية. الآن لربما بعض القوانين التي تشرع إذا ما أراد الأب أن ينصح أو أن يؤدب أسرته، لربما تخرج لنا الآن الشرطة المجتمعية على أنه هذا تعنيف إلى الأسرة، وبالتالي يفهم هذا القانون بشكل خاطئ ويطبق أيضا بشكل خاطئ، يعني يمنع الأسرة، يمنع الأسرة بأن تكون حقيقة مسيطرة وموجهة وراعية ومؤدبة لأبنائها. مشكلتنا تشريعية، لو مشكلتنا تنفيذية، لو مشكلة وعي، وشون المعطيات اللي نقدر، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في نشر هذه المقاطع وفي جعل هذول الأشخاص كتقديمهم كنموذج جيد للمجتمع العراقي بكل هذه المعطيات. جميع ما شلون نقدر احنا نحقق وجهة نظر جديدة تمحي الصورة السلبية؟ ست فرح، هسه إذا ما أردنا أن نعيد بناء مجتمع، أو إذا فلنظر مثالا قريبا، إذا ما أردنا أن نعيد بناء بناية معينة، نخرج أو نذهب إلى الأساس، نصحح إذا ما كان هنالك خللا في الأساس، من ثم نبني ما فوق الأساس. إذن أنا أعتقد أنه جميع ما ذكرتي من تشريعات ومن تنفيذ، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وأسرة ومجتمع، هم جميعهم معنيين بهذه القضية، لكن بأدوار. أولا نحن نحتاج إلى الدور التشريعي الذي يستخدم من قبل السلطة التنفيذية لتنفيذ هذه القضية، وأيضا نحتاج من الأسرة ومن المجتمع التعاون. نشوف اليوم هذه التظاهرات اللي خرجت بناء نتيجة غلق هذه، يجب أن يكون هنالك رفض لهذه التظاهرات من من المجتمع العراقي أولا. الآن اليوم التشريع قد شرع والتنفيذ قد نفذ بهذا الغلق، لكن ربما سوف نجد هنالك تعاطفا من المجتمع أو نقدا من المجتمع والمعايير الاجتماعية لهذه الحالة التي قامت بها الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة الداخلية. إذن جميع هذه المؤسسات هي معنية إذا ما أردنا أن نبني بناء حقيقيا وأن نعالج حالة اجتماعية قد أضرت بالمجتمع العراقي. سابقا هل كنا نجد، نعم هي متوفرة، لكن هل كنا نجدها أنها منتشرة و قد دخلت الى الاسره العراقيه بهذا الشكل؟ حيدر هم شاب ماكو انترنت، لكن الانترنت ساهم بشكل كبير في نشر هذه المظاهر. انا اشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمه للدراسات، حياك الله وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبار اليوم. يبحثان جهود تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحيج الشعبي وأهمية إقراره في مجلس النواب. مستشار الأمن القومي قاسم العرجي يؤكد للنجرفان برزاني بأن مصلحة العراق تكمن في جعل إقليم كردستان قويا. وزيرة الاتصالات تؤكد أن تنوع مشاريع الترانزيت سيعزز قدرة العراق على استقطاب الشركات العالمية. وزارة المالية تخلي مسؤوليتها عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ بعد تطبيق التصريح الإلكتروني. والنزاهة تعلن الإطاحة بعصابة متخصصة ببيع وتهريب المواد الأثرية والتراثية متلبسين ببيع آثار مقابل 3 مليارات دينار في بغداد. شكرا على حسن وكرم المتابعة، إلى هنا نأتي إلى الختام، تصبحون على خير.